طيب فهمتم؟ اذا التناسب بدون صلاه، اما اذا كان لا وفي غرض مثلا هو تعبان او انه الدكتور قال انت مريض نفسي، هموم، فهمت؟ مثلا هموم خساره في مال، مثلا مات ولده، هموم، الدكتور يقول له اسمع لابد ان تسافر لاجل ايه؟ تستريح من عناء الشغل، وهذا يكون لي سبب. اما فقط ليسافر هكذا لكي يرى البلد، ما الفائده؟ ما يصح. يعني ما يصح انه يقصر، لا يسمى غرض صحيح. انتبه، لابد ان يكون السفر طويل، كون سفره كم؟ يعني طويلا. ما هو المقاييس القديمه؟ كانوا يقولون 16 فرسخا، الفرسخ 300 ميل، 4000 خطوه، المرحلتان كم تساوي؟ 82 تقريبا. تقديره بسيل الاثقال المحمله بالبضائع، يعني لو انه مشى ومعه ابل ويمشي قليلا بالمشي مده يوم وليله، يعني 82 كيلو لو مشي مشيا سياخذ 24 ساعه. لو مشيت انا الفجر ساصل اليوم الثاني، واضح؟ 82 ايه؟ كيلو، فهمتوا؟ هكذا يقولون. مع اعتبار الحق والنزول والراحه والصلاه والاكل. تمام؟ يعني ليس مشيا، يعني مع الابل والقافله هذه التي تمشي. طيب؟ هذا لابد ان يكون السفر مرحلتين. مجاوزة البلد، هذا مسألة واقعة. أنا سأسافر من القاهرة إلى الإسكندرية. طيب هذه القاهرة. هناك الإسكندرية. أنا بيتي هنا. أريد أن أقصر. متى أقصر؟ لا يجوز لك أن تقصر إلا إذا خرجت من هذه آخر عمارة موجودة في القاهرة مثلا. خلاص هذه آخر عمارة، إلا لم تقصر هنا. طيب في بيتي، أنا الآن في البيت، سأسافر الآن، سأقصر صلاة، ما يجوز. أنا سأسافر، أيوه أنت، ولكن الآن أنت لا زلت في البلد. متى تكون مسافر؟ إذا خرجت من إليه؟ من البلد. طيب يا أخي في الطريق سأمر على مسجد الحسين وأصلي الظهر ركعتين، ممكن؟ لا ما يجوز. أنت لا زلت في البلد. لا تسمى من شروط جواز القصر إيش؟ مجاوزة، يعني الخروج من البلد. إذا خرجت واضح؟ لابد ان تخرج، ستسافر من كوالالمبور الى جوهوك. اذن الظهر، ستصلي الظهر الان وتمشي، ساصلي الظهر ركعتين في كوالالمبور، ما يصح. لانك انت لا زلت في البلد. جاء اخرج. واذا خرجت يجوز لك القصر. تمام؟ لفظ هذه كوالالمبور، تمام؟ وهنا جوهوك. انا في الطريق. أذن الظهر. الله. لو صليت يجب علي أن أصلي في البلد لأنه أذن الظهر، ولا يجوز أنني أصلي في الطريق؟ يجوز أني أصلي في الطريق حتى لو أذن الظهر. لنفرض أن الظهر أذن الظهر وأنا في بيتي هنا. والآن سأسافر بعد قليل. خلاص سأسافر في الطريق. لو صليت أنا في كولومبور لازم أصلي كم ركعة؟ لو انا لا مشيت، والله مشيت الساعة الواحدة، الظهر أذن مثلا الساعة الثانية عشرة. أنا مشيت الساعة واحدة. وجاءت الساعة الثانية صليت هنا في الطريق، خلاص يجوز أني أقصر، كم أصلي ركعة؟ ركعتين. يجوز القصر بعد أن تخرج من البلد. وأنت داخل البلد ما يجوز، لنفرض هاي بنبور المطار هنا. كثير من الناس يذهبون إلى المطار. خلاص ينتظرون الصلاة، دخل الوقت. دخل ليه؟ سأصلي في المطار. المطار في كوالالمبور داخل كوالالمبور ولا برا؟ خارج. لا اذا كان خارج يجوز القصر، لو كان خارج يجوز القصر، لكن لنفرض انه داخل ما يجوز القصر. فهمت؟ داخل البلد او انه خارج يجوز القصر داخل المطار. فهمت؟ لابد من مجاوزه البلد. كان الاول في سوق، كل بلده في سوق. الحكام يجعلون سور كبير على كل المدينة، كان فيها سور وكل فكان من أول بمجاوزة السور في البلد المصورة، وبمجاوزة العمران في البلد غير الآن أكثر البلدان غير مصورة. هل يوجد عندكم بلدة مصورة في ماليزيا؟ عليها سور، كلها سور محمد.
طيب العلم بجواز القصر شرعا. يلا يا جماعه نريد ان نصلي. يلا الله اكبر. شخص صلى معنا رانا نحن نصلي ركعتين، صلى معنا ركعتين، يقول له قف هل انت يجوز لك القصر؟ هو ما ادري لكني انا مع الناس. لا ما يصح. لازم من شروط النية العلم بالمنوي، لازم أنت تعلم أن هل يجوز لك القصر أم لا. افرض أنه لا يجوز لك القصر، ليس كل الناس يجوز لهم القصر، من هو الذي يجوز له القصر؟ الذي يسافر سفرا طويلا. أنت لا تعلم هل أنت سفرت طويلا، لا تعلم ما هي شروط فالذي لا يعلم خلاص يصلي أربع ركعات. كثير من الناس أنا أسأله أنت ماذا تصلي؟ والله أنا أصلي أربع ركعات. لماذا لا تقصر؟ والله ما أدري إيش شروط القصر. إذا أكد تصرفك صحيح، هو لا يعلم ما هو شرط القصر، إذا تصرفه صحيح أن يصلي كم ركعة؟ أربع ركعات. العلم بجواز القصر شرعا، فلو رأى الناس يقصرون فقصر معهم جاهلا بجواز القصر فلا يجوز، فلا تصح صلاته. طيب دوام السفر إلى تمام الصلاة. أنا نويت القصر، نويت قصر، أصلي فرض صلاة العصر قصرا، الله أكبر. القصر كم ركعة؟ السلام عليكم. الله سلام الله. أنا كنت مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها وأنا مسافرا، لو انقطع السفر عليك أن تكمل ركعتين، فتصلي كم ركعة؟ كيف؟ أنظر أنا هنا جئت أمس القاهرة وغدا مسافر، الله أصلي العصر قصرا، وأنا في أثناء الصلاة نويت أن أجلس في القاهرة أسبوع وأنا في أثناء ليه؟ وأنا في أثناء نويت أن أجلس كم في القاهرة؟ انقطع سفري، كنت غدا مسافر نويت أن أجلس، إذا انقطع سفر، إذا في هذه الحالة أنا كم أصلي؟ أكمل، أكمل صلي زيادة ركعتين، لماذا؟ أنت كنت مسافر وقبل أن تسلم نويت الإقامة، إذا انقطع سفرك عليك أن تكمل الصلاة، فهمتم؟ ما معنى هذا؟ دوام السفر إلى تمام الصلاة أي إلى نهايتها، فلو أقام في أثنائها أو نوى الإقامة فيها فعليه إقامة. قالوا يتصور أنه كان في السفينة يصلي، الله في السفينة وصلت السفينة قبل أن يسلم، وصلت السفينة إلى موطنه، مثلا أنا من جدة وصلت إلى كوالالمبور على البحر جهور، لنفرض أنا من جهور، الله خلاص أنا سفر طويل، وفي الركعة الثانية وصلت السفينة إلى جهور وأنا من جهور، خلاص انقطع سفري، أكمل كم بقي لي؟ واضح؟ علي أن أبدأ من دوام السفر إلى تمام الصلاة، ما معنى تمام الصلاة إلى نهاية الصلاة؟ نية القصر عند الإحرام، لا بد أن أنوي القصر عند الإحرام، يلا أنا أسوي أنا الآن مسافر سأصلي الظهر والعصر بسرعة مستعجل، سأصلي الظهر، الله أكبر، لم أنوي القصر، بعدين أنا أفكر أنا الآن مسافر، إذا سأجعلها بدل ركعات سأجعلها بدل أربع ركعات سأجعلها كم؟ ركعتين، هل يجوز؟ لا ما يجوز، لا بد القصر عند ال، فهمتم؟ أنا الآن سأصلي الظهر، الله أكبر، بعدين أنا أفكر أنا مسافر سأجعل الأربع ركعات إيه؟ ركعتين، هل يجوز الآن أن يقصر؟ لا، ليه؟ لأن لابد القصر من عند الإحرام من البداية، أصلي فرض صلاة الظهر قصرا، أصلي فرض صلاة العصر قصرا، أصلي فرض صلاة العشاء. إذا أنا صليت وما نويت عند تكبيرة الإحرام وبعدين في أثناء الصلاة نويت ما يصح، فهمتم؟ أو مثلا أنا أصلي جماعة وجدت الناس يصلون، هؤلاء معي هم يصلون، يلا يا جماعة وقفنا السيارة وسنصلي في وسط الطريق وأنا معهم، الله أكبر. بعدين في التشهد الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أنا أستغرب لماذا الإمام سلم؟ الإمام قاصر، أنا لم أنوي القصر، ما هو حكمي؟ يجب علي أن أكمل الصلاة، هم مسافرون وأنا مسافر، أيوة هم نووا أنت لم تنوي، فهم؟ الذي نوى القصر يصلي ركعتين، الذي لم ينوي القصر عليه أن يكون، فهمتم؟ أكثر من صورة وأكثر من حال. طيب
فإذا نية القصر عند الإحرام، فلو نسيها لزمه ال. ما معنى الإتمام؟ صلي أربع ركعات. التحرز عما ينافي نية القصر في دوام الصلاة. أصلي فرصات الظهر قصرا، الله أكبر، سأصليها متم. خلاص أنت نويت في البداية القصر، يجوز لكن أنت في أثناء صلاة سأصلي أربع ركعات، يجوز. أنت أتيت بشيء من في القصر، نية الإتمام أو نية أو شك في نية القصر، ها انتبه. الله هل أنا نويت القصر أم لا؟ مجرد الشك خلاص. إذا أنت تشك هل أنت نويت أم لم تنوي، نويت ولم تنوي معناه أنك يجب عليك الإتمام. أو شك في نية القصر، شك في نية، يجب عليه في هذه الحالة أن يصلي كم ركعة؟ أو نوى الإقامة في أثناء الصلاة كما قلت لك، وكان مسافر يصلي فرصة العصر قصرا، الله أكبر، في أثناء الصلاة نوى أن يجلس في هذه البلد زيادة على أربع أيام. إذا أنت نويت الإقامة، نعم، إذا خلاص ما يجوز القصر، أكمل، صلي هذه الصلاة أربع ركعات. ففي هذه الحالات يجب عليه الإتمام، فهمتم؟ فإن انظر كما قال صاحب صدر الزبد ماذا قال؟ وشرطه النية في الإحرام وترك ما خالف في شرطه هذا القصر، النية في الإحرام. وشرطه ترك ما خالف في الدوام، هذا معنى التحرز عما ينافي نية القصر. انتبه، الشرط الحادي عشر ألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. أنا قاصر لازم إمامي يكون قاصر. ما معنى قاصر؟ يعني سيصلي كم ركعة؟ أنا قاصر إمامي متم، ما يصح. الإمام إذا كان سيصلي أربع ركعات أنا لازم أصلي خلفه أربع، لكن العكس يجوز، أنا قاصر سيصلي ركعتين، مأمومي سيصلي أربع ركعات، يجوز. أنا عندما أسلم هو الذي سيصلي أربع ركعات يقوم. فإذا كنا أنا وياك، أنت مقيم وأنا مسافر نريد أن نصلي جماعة، أنا أريد أن أصلي ركعتين، إذا كنت أنا أريد أن أصلي ركعتين أنا أكون الإمام، أصلي ركعتين وبعدين أسلم، بعدين أنت تقوم تصلي أربع ركعات، فهمت؟ واضح؟ طيب لنفرض إمام سيصلي أربع ركعات، هو صلى الركعة الأولى والثانية، كم بقي له؟ فكم بقي له؟ أنا جئت سأصلي خلفه، أنا قاصر سأنوي القصر. الإمام بقي له ركعتين والقصر ركعتين، هل يجوز؟ لا ما يجوز، لأنه هو أصلا صلاته متم. ولو طيب لنفرض أنا في التشهد وجدت الإمام يصلي الذي صلى أربع ركعات هو في التشهد، سأصلي ماذا؟ نية القصر، الله أكبر، وأجلس وأصلي ركعتين، هل يجوز؟ لازم الإمام كم يصلي؟ لازم يكون قد نوى الإمام القصر، فهمتم؟ ألا يقتدي بمتم، ما معنى متم؟ الذي يصلي أربع ركعات في جزء من صلاته. ألا يقتدي بمتم، من هو المتم؟ الذي يصلي كم ركعة؟ أربع ركعات في جزء من صلاته، أي ألا يصلي القاصر خلف المتم في جزء من صلاته. أنا القاصر لا أصلي خلف المتم، ما معنى المتم الذي يصلي أربع ركعات في جزء من صلاته؟ ولو حتى في التشهد ولو حتى في السلام. فهمت؟ طيب لنفرض أنني أنا لا أعلم من هو الإمام، أنا جئته مسافر، الإمام في التشهد. الإمام بعد قليل سيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أنا لا أعلم ما هي نيته، هل نوى القصر أو الإتمام؟ ما هو الأصل؟ خلاص أنت ما يجوز أنك تقصر. لا يجوز أنك تنوي وتصلي القصر إلا إذا علمت أنه نوى القصر. فهم؟ أما إذا أنت لا، هو مسافر. لكن لا أدري هل هو صلى أربع ركعات أو ركعتين؟ واضح؟ هذا الإمام كان معي في الباص في القطار في الطائرة، والآن وصلنا المطار، نحن كلنا مسافرين، هو الآن إمام لكن لم يخبرنا. هل هو لو أخبرنا يا جماعة أنا ترى سأصلي ركعتين، هو يخبر الناس أنا سأصلي ركعتين، هو الآن أخبرهم تمام يا جماعة أقصروا نحن الآن سنصلي ركعتين، هو لم يخبر على طول الله أكبر. فنحن جينا من يا الله هل الإمام قصر نوى القصر؟ لا ندري، نعرف أنه مسافر لكن لم يخبرنا هل هو سيصلي ركعتين أو أربع.
في هذه الحالة يجوز أن يعني يعلق يصلي في صلاة العصر قصراً إذا هو قصر وأربع ركعات إذا هو أني محل قال الله تعليق يعني الله صلي في صلاة الله وأنوي إنه إذا الإمام صلى ركعتين صلي ركعتين إذا أتم فأنا أنتهي هل هذا يجوز نعم يجوز يجوز متى إذا أنا علمت أن الإمام مسافر ولكن شكيت هل نوى القصر أم لا انظر إذا شك المأموم في نية الإمام هل نوى القصر أم لا فهل يجوز القصر للمأموم انظر يجوز للمأموم تعليق نية القصر إذا علم أن الإمام مسافر إذا ما هذه الحالة كيف تعلم أن الإمام مسافر معك الإمام سافر معك بالسيارة فهمت فيقول نويت القصر إن قصر الإمام أو الإتمام إن أتم وأما إذا شك في سفر الإمام أنا لا أدري هل هذا الإمام مسافر أم لا أنا لا أدري أنا هنا في الطريق وقفنا ووجدنا مسجد والإمام يصلي في المحراب لا ندري هل هو مسافر أم لا إذا أنت لا تدري هل هو مسافر أم لا لا يجوز لك أن تعلق النية متى تعلق النية إذا علمت أنه مسافر ولكن لا تعلم هل نوى القصر أم لا أما إذا أنت لا تعلم هل هو مسافر أم لا قد يكون من أهل البلد إذا لا يجوز تعليق النية يجب عليك الإتمام إذا شك في سفر الإمام فلا يجوز تعليق النية ويجب عليه الإتمام تمام؟ نكمل؟ كم بقي؟ طيب تركوا بالليل واحد يؤذن يلا واحد يؤذن سريع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قل ما رأيك في سفر الطالبات التي سافرنا من بلادها إلى بلادها لطلب العلم والشهادة هذا سنة طلب العلم السفر لطلب العلم سنة فإن كان طلب العلم واجب يكون السفر واجب لطلب العلم والشهادة تقول لطلب العلم لماذا تقول الشهادة خلاص تجعل
ما معنى حسن الذكر؟ حسن الذكر يعني ايه؟ يعني ذكره عند الناس حسن، الناس يذكرونه بذكر حسن، اوه هذا طيب، اوه هذا ما شاء الله، اوه هذا محبوب، اوه واضح؟ لا احد يقول اوه هذا شديد او انه هذا غير محبوب او لا احد يطيقه. هل يجوز للمرأة ان تسافر بدون محرم؟ فما حكم لو سافر مع اختها في الدين او في النجم؟ بالنسبه لسفر المراه يعني في تفصيل كان من اول، انظر فرق بين السفر الان والسفر فيما يعني كان من اول. تخيل امراه ستسافر لوحدها يوم وليله وهي تمشي في الطريق ما في احد معها، كان من اول فرق بين الان السفر لا، الان السفر لابد طائره، لابد ناس، لابد امن، لابد حراسه. فرق بين السفر الماضي والسفر الان. اذا ننظر الى السفر وننظر الى كيفيه السفر وننظر لماذا السفر. لازم ان تجتمع هذه الامور كلها. صعب ان نحن نطلق التحريم. وعندها يا ابو حنيفه يجوز المراه ان تسافر لوحدها لانها من ذات الفتنه، هذه عند الامام ابو حنيفه. تمام، نحن عندنا الشافعية مشددين، لكن ممكن نحن نقلل هذا القول اذا كان في مصلحه. المراه ستسافر من هنا بالطائره وهي واثقه من نفسها وفي معها نساء، تمام، والغالب السلامه، الغالب ان في المطار وفي من الطريق المجرب بالالاف نساء يسافرون في سلامه الحمد لله، ما في فتن يعني ما فيه كذا، ما في مشاكل، ما في فتن كبيره، خلاص. وسيستقبلها محرمها، ستسافر وسيستقبلها محرمها مباشره، تمام. وهكذا راينا كثير من المشايخ اخذ وقت الحاجه يعني يجعلون يعني نساءهم يسافرون، خصوصا اذا كان لم يجدوا احد من يسافر معهم او كان غالي الكلفه لو انه جعل محرم يسافر معها، تمام. على العموم اهم شيء يكون امن الفتنه، اهم شيء يكون امن ليه الفتنه. السفر الان لا توجد مشقه اصلا لان نركب الطائره، هل يجوز الجمع في السفر؟ يجوز الجمع ويجوز ليه؟ القصر، احنا الان في القصر لم ناتي بالجمع عندنا ما شاء الله. اذا يوجد طريقان للسفر هذا اليوم الان سياتي. هذا يقول رجل سد دبره بقطنة وهو عنده وضوء، هل يبطل وضوءه إذا نام؟ لماذا النوم إذا لم يكن مبكر مقدما يبطل الوضوء مطلقا؟ أيوة هكذا، لأنه مظنة الحدث، تمام؟ يقول النبي وكاء العينان، وكاء السح العينان، السح فتحة الدبر، ما هو وكاؤها؟ ما هو الرباط حقها؟ العينان، إذا أغمضت العينان الإنسان لا يتحكم في نفسه. أنت عيناك مفتوحة تستطيع أن تتحكم في نفسك، تستطيع الآن أن تنقذ وضوءك برائحة بكذا، تستطيع أن تتحكم في نفسك. فلذلك إذا أنت أغمضت عينيك ونامك لا تتحكم في نفسك، فلذلك احتياطا إذا الشخص غمضت عينيه ونام فينتقل وضوءه. والنوم ما في خلاف بين العلماء، ما في خلاف بين العلماء أن النوم، والله في قول أن النوم ما ينقض، لا بالاتفاق، خلاف مس القبل أو الدبر أو مس المرأة هذا في خلاف. النوم وايه والخارج من السبيلين هذا ما في خلاف، هذا تمام. احسنت. امام يلا يا جماعه سنصلي القصر، سنصلي الظهر، نحن مسافرون. طيب انا امام، الله اكبر، نسيت القصر، نيه القصر، ما حكم صلاتي؟ صحيحه، يجب علي ان اصلي ايه؟ طيب الماموم هذا خلفي، هو نوى القصر، المأموم نوى القصر، مأمومين كثير، رأوني قمت، يجب علي ما أن يقوموا خلاص، هم نووا القصر ولكن اتضح أن إمامهم عدل عن النية، خلاص يجب عليهم أن يقوموا، صلاتهم كلها صحيحة، فهمت؟ هذا سؤال جميل. هل يجوز قصر الصلاة حتى ولو قبل خروج البلد؟ لا ما يجوز.
حتى ولو بعد سنة. أيوه نعم يا أخي، شوف أنت ستسافر إلى جوهور من كوالالمبور، أول ما تخرج من هنا يجوز لك القصر، لا يشترط أن تتعدى 82 كيلو. هذه جوهور، آخر عمارة في جوهور، أنا خرجت ناوي أمشي 82 كيلو، خلاص هنا يجوز لي القصر. لا يشترط أنني أتجاوز 82 كيلو، أهم شيء السفر هو طويل، السفر إيه؟ فهمتم؟ أنا سأسافر سفرا طويلا، أول ما أخرج من البلد يجوز لي القصر. افهم هذه النقطة لأنها مهمة. صليت في الركعة الأولى بقراءة حفص، وفي الركعة الثانية بقراءة حمزة، يجوز؟ نعم يجوز. قرأت في الركعة الأولى الفاتحة بقراءة حفص، وفي الثانية بقراءة حمزة. يجوز؟ نعم يجوز. أهم شيء أن القراءة صحيحة. الذكر بعد الصلاة، هل يسن للإمام الجهر به أو السر؟ الذكر بعد الصلاة إن كان بالتعليم، لأنه كانوا الصحابة في حديث البخاري كانوا يعرفون قضاء رسول الله بالذكر. فهم؟ كيف يعني الذين خارج المسجد كيف يعرفون قضاء الصلاة؟ بالذكر. واضح؟ إذن لا بأس بالجهر. إذا كان المأموم صلى قصرا وعلم أن الإمام مسافر، هل يجوز أن ينبه الإمام إذا كان يكمل أربع ركعات؟ نعم. أنا الإمام قال أنه سيصلي ركعتين، وأنا كلنا ونحن في التشهد ونحن إيه؟ الإمام قال الله، نحن نقول سبحان الله، نذكره. فإذا هو تذكر سيجلس، إذا هو تذكر ولكن يعرف أنه هو نوى عليه الإتمام. إذا خلاص علينا نحن نقول. نحن نقول سبحان الله، قد يكون نسي، فإن جلس جلس. إن لم يجلس واستمر قائما إذا نحن نقول. هذا الكتاب صفحة 307، افتح صفحة 307. السفر لرؤية خلق الله العجيبة، هل يجوز القصر؟ نعم. سيذهب لكي يتفكر في مخلوقات الله. يقول صفحة 307 التعليق الرابع، يقول إن فاتته تكبيرة وإن فاتته تكبيرة الإحرام، يعني أيهما أفضل؟ يصلي في الصف الأول وإن فاتته تكبيرة الإحرام، أو في الصف الأخير؟ ها؟ واضح؟ إلى الركعة الأخيرة. أيهما أفضل؟ دخل المسجد. لو صلى في آخر صف سيدرك تكبيرة الإحرام. لكن لو انتظر يمشي في فراغ إلى أن يصل إلى الصف الأول. ستفوت تكبيرة الإحرام. ماذا يقدم؟ الصلاة في الصف الأول أو إدراك تكبيرة الإحرام؟ الصف الأول أولى. الصف الأول ولا لا؟ إدراك أولى من الصف الأول. أي تكبيرة الإحرام أولى. ولا وإن فاتته تكبيرة الإحرام. لا إدراكه يقصد الركعة الأخيرة. فهمت؟ واضح؟ إلا في حالة واحدة، إذا أنت دخلت وكان هذا الإمام في آخر ركعة. كان هذا الإمام في إيه؟ سنتك الجماعة، فإذا نحن تصلي تدرك الركعة الأخيرة وإن فاتك الصف إليه؟ تمام؟ إذا الصف الأول أولى من تكبيرة الإحرام. طيب أنا قلت لكم ترى الأسئلة الشفهية أحسن من الأوراق. زين يلا أحسن لكي كتبت الأسئلة. طيب لو نسي الإمام نية القصر هل يجب على المأموم أن يتابعه؟ نعم خلاص. إمامي نسي نية القصر معناه سيصلي كم؟ أنا يجب علينا أن أصلي أربع ركعات. ما يجوز أن يبطل صلاتي؟ لا ما يجوز. هل يجوز المفارقة؟ حتى لو نويت المفارقة يجب علي أن أصلي كم؟ أربع ركعات، لأنه خلاص في جزء من صلاتي أنا اقتديت به في جزء من صلاتي. طيب ما الحالات التي ينقطع عندها السفر؟ فإذا انقطع السفر لا يجوز القصر. انظر هذه لابد من تحقيقها، انتبه. هل كل من جاء
من الإسكندرية وجاء إلى القاهرة يجوز له القصر؟ المسافة طويلة، لكن هل كل من جاء سافر؟ هل كل من سافر من كوالالمبور إلى جوهور وجلس كم يوم ورجع هل يجوز القصر؟ لا، ليس كل الناس. انتبه، ما الحالات التي ينقطع عندها السفر؟ فإذا انقطع السفر ينقطع السفر في حالتين، عندهما لا يجوز القصر. واحد، نية الرجوع. أوه، نية الرجوع. كوالالمبور جميل، كوالالمبور ولا مو جميل؟ جدا. نية الرجوع، سافرت أذن الظهر. الظهر طيب، صليت ركعتين، بعد ما تعديت صلاة الظهر، من هنا إلى طبعا مسافة طويلة، من أم كوالالمبور إلى جوهر كم ساعة؟ أربع ساعات. نية الرجوع من ماكث مستقل إلى وطنه، وقد بقي أقل، بعد ما تعدي أنا صليت الظهر، بعدين بعد ما وصلت 60 كيلو أنا أصلا ناوي أسافر إلى هنا، جاءت إسرائيل، لازم أرجع إلى أين؟ عندما وصلت إلى 70 كيلو قالوا لازم ترى ترجع إلى، أنت نسيت شنطة، لازم أرجع إلى أين؟ لازم أرجع إلى وين؟ قالوا أنت نسيت شيئا، نسيت شنطة، نسيت باسبور، نسيت أي شيء. لو سأرجع يا الله، طيب مرحبا سأرجع. رجع في الطريق أذن إليه العصر، هل يجوز أن يصلي ركعتين ولا لازم أربع ركعات؟ ها وشوف، من هنا 70 كيلو، من هنا إلى هنا كم كيلو؟ 70 مسافة قصر. ما هي مسافة القصر؟ 82، يعني هذه ليست مسافة قصر، هذه سفر قصير. في هذه الحالة الآن أنت تصلي كم؟ سبحان الله، أنت عندما رجعت صليت الظهر ركعتين، لأنك كنت ناوي تسافر إلى جهود، وقفت هنا ثم رجعت، أذن العصر ستصلي في الطريق، لازم أن تصلي أربع ركعات، لأن من محل رجوعك إلى هنا هذا سفر جديد. نية الرجوع من ماكث مستقل إلى وطنه، وقد بقي أقل من مرحلتين إلى وطن. ما معنى ماكث مستقل؟ ها؟ لست تابعا. إذا أنت الزوجة تابعة لزوجها، العابد تابع لسيده، العسكري تابع للضابط، حاشية الأمير تابعة للأمير، هم يسافرون معه لا يعلمون ما نيته، فهم؟ يسافرون معه. هو الحين يتكلم على من؟ على المستقل، ليس هو تابع لأحد. تمام؟ أيوة. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي ينقطع فيها السفر، انظروا، نية الإقامة في بلد كم يوم؟ كم يوم؟ 4 أيام. أنا جئت إلى جهور، وصلت يوم إيش؟ وصلت يوم السبت. انظروا يوم ليه؟ السبت، وأنا أريد أن أجلس إلى يوم السبت، بعدين الأحد، الاثنين، الثلاث، نويت أن أجلس إلى يوم الأربعاء. وصلت كم يوم؟ السبت، أنا وصلت يوم السبت، وسأسافر عودة بالطائرة إلى يوم الأربعاء. نحسب الأيام، يوم السبت هل نحسبه؟ لا. يوم الأربعاء الطائرة لا نحسبها. الأحد، واحد، اثنين، ثلاث، كم يوم؟ 3 أيام. نية الإقامة في بلد كم يوم؟ 4. أنت نويت أنك تقيم؟ هل يجوز لك القصر؟ نعم يجوز لك القصر. فهمتم؟ هو وصل يوم السبت، والطائرة سيرجع يوم الأربعاء. يوم السبت لا تحسبه، لا نحسبه. أحد، اثنين، ثلاث. يوم الأربعاء، يوم العودة لا نحسبه. 3 أيام، إذا أنت سفرك أقل من 4 أيام، إذا يجوز لك القصر. فلنفرض أنه هو سيسافر يوم الخميس أو الجمعة. تمام؟ على السين، السبت، أحد، اثنين، ثلاث، ربوع، خميس، جمعة. وصل يوم السبت، سيرجع يوم الجمعة. ننظر كم يوم؟ 1، 2، 3، 4،
أول ما يصل هو في الطريق يجوز أن يقصر، يجوز أن يقصر. أول ما يصل جهور خلاص ما يجوز له قصر. ليه؟ أنا في هذا البلد ناوي أقيم فيها زيادة على كام؟ 4 أيام فأكثر. نية الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام ولا أربعة؟ 4 أيام فأكثر. لا نحسب يوم الدخول والخروج. أنا دخلت يوم السبت، متى سترجع؟ أرجع يوم الجمعة. السبت لا تحسب، أحد، اثنين، ثلاث، ربوع، خميس، الجمعة لا تحسب، 5 أيام. إذا أنت لا يجوز قصر الجمعة، لا يجوز قصر الجمعة. طيب سأقصر اليوم الأول، ما يجوز. اليوم الثاني، اليوم الثالث. بعض الناس يظن أنه يجوز أن يقصر 4 الأيام الأولى. من قال هذا؟ بعض الناس يظن أنه إذا سافر مكان يجوز له قصر 4 الأيام الأولى. من قال هذا؟ أنت ناوي أنك تجلس زيادة كم؟ على 4 أيام، لا يجوز القصر. انظروا، نية الإقامة في بلد 4 أيام فأكثر غير يومين دخول. لماذا لم يحسب يوم الدخول والخروج؟ قال لأنه يوم الدخول تعبان أنت، هذا يوم أنت وصلت فيه، ستشتغل بفتح الشنطة وبالاستعداد وبالتنظيف فهم؟ وكذلك يوم الخروج، يوم ستشتغل بالاستعداد للسفر. فقال يوم الدخول، يوم الخروج لا يحسب، لا يحسب من أيام الإقامة، لأنه يوم الوصول ستكون متعب، تعبان، مرهق. وكذلك عند اليوم الذي ستسافر فيه عقلك ليس في هذا البلد، سيكون عقلك أين تفكر في البلد الذي ستسافر فيه، تستعد وتشتري الأغراض وتشتري الأشياء. فإذا قال لا يحسب يوم الدخول والعبرة بالدخول متى والخروج متى؟ بالفجر، بالظهر، بالعصر. هم عندنا يقولون 4 أيام، يعني لنفرض أن شخص مشى ووصل الساعة 8 صباح، خلاص يعني يبدأ اليوم من الساعة 8 صباح، 8 8 8، اليوم الأول، اليوم الثاني، هكذا. يبدأ من الفجر، يبدأ من فكيف؟ فقالوا نفرض ها شخصنا سافر إلى جهور، متى وصل؟ الفجر مثلا يؤذن الساعة 5، هو وصل الساعة ليه؟ السادسة. هذا اليوم الأول ما يحسب، وإن وصل هو أول النهار. لنفرض أنه وصل إلى جهور مثلا الساعة في الليل، الساعة 2 ليلا قبل الفجر، بعدين أذن الفجر، أذن الفجر الساعة كم؟ 5. هل يحسب هذا اليوم؟ نعم يحسب، يحسب، لأنه أذن الفجر، هو وصل قبل الفجر. العبرة بأذان، فهمتم؟ العبرة بأذان الفجر، العبرة بأذان الفجر، واضح؟ شخص وصل الساعة 2 في الليل، بعد أذان أذن الفجر، خلاص هذا يحسب، لأن أنت وصلت قبله، قبل الفجر. فإذا أنت وصلت بعد الفجر، وصلت مثلا الساعة 6، هل يحسب هذا اليوم؟ لا، هذا اليوم اللي أنت وصلت فيه، أنت وصلت بعد الفجر، فإذا العبرة بالفجر، إذا وصلت بعد الفجر لا يحسب هذا اليوم، إذا وصلت قبل الفجر في الليل الساعة 12، الساعة 2 ليلا، هذا إيه؟ لا، اللي قبل الفجر لا يحسب، بعد الفجر يحسب. هذه مسألة ترى مهمة، بعض المسائل التي أنا شرحتها غير موجودة في الكتاب، فأنت تذكرها، ترى بعض المسائل التي أنا شرحتها ليست موجودة في الكتاب، أنت تذكرها. إن شاء الله في الطبعة الجديدة من التقريرات، طبعة جديدة ستكون بعد سنة، طبعة جديدة وزيادة في بعض المسائل، لأن هذه الطبعة أخذوها يعني من عام 1419، يعني من عام 1999، 1999 كم سنة؟ 1999، نحن 2000 وكم؟ 12، يعني هذه عمر الطبعة هذه 13 سنة، يعني هذا من 13 سنة. وفي بعض المسائل إن شاء الله في الطبعة القديمة بعد سنة إن شاء الله يكون في بعض المسائل الزيادة أو الناقصة، وبعض الأدلة التي رأينا أنها تكون. طيب مسألة أخرى، فهمنا إذا 4 أيام، أنت ذهبت إلى إندونيسيا، إلى جاكرتا، تمام؟ ناولت أن تجلس في جاكرتا أسبوع وترجع إلى ماليزيا، الطائرة وقفت في مطار، الآن سيؤذن الظهر، ها يجوز أنك تقصر؟ ما أنت، ليه؟ لأن سفرك زيادة 4 أيام،
خلاص اسأل نفسك متى سترجع؟ إذا قال أنا لا أدري، ها هذه مسألة أخرى. إذا قال أنا والله ما أدري، قد أجلس يوم وأسافر من جاكرتا أذهب إلى بلدة أخرى، قد أسافر بعد يومين، قد أسافر بعد لا أدري، ها إذا أنت لا تدري يجوز لك القصر، أما إذا لا ويجوز الطائرة في التذكرة من الساعة أسبوع كامل أنت في جاكرتا، لن تخرج خارج جاكرتا، أما إذا كنت ستسافر إلى بونشاك تمام؟ إلى مالان، تيكال، تمام؟ كاليمنتان، أيوة انظر ها هنا مسألة أخرى، إذا أقام في موضع لقضاء حاجة، هذا ذهبت إلى جاكرتا أريد أن أقضي شيء وأرجع، طب أين تذكر أنا لم أحجز؟ متى ما انتهيت سأرجع، ذهبت من كولامبو إلى جوهر، ماذا عندك؟ عندي معاملة في الوزارة، في الجامعة، أنتظر شهادة، أنتظر استلام شهادة، أنتظر استلام ورقة، فهمت؟ أنتظر استلام أي شيء، إذا أنت ستذهب ولا تدري متى سترجع، ولا تدري متى ستنتهي هذه الحاجة، متى ستنقضي؟ إذا أقام في موضع لقضاء حاجة، هذه يتوقع القضاء في أقل من 4 أيام. فتأخرت هذه الحاجة، أنا في الحقيقة كنت أظن في يومين، فكنت أقصر وأجمع، تأخر اليوم اللي بعده، أقصر وأجمع، تأخر اليوم 6 5 أيام، يا الله، وكل يوم أنا أتوقع، كل يوم أنا أذهب، كل يوم أنا أتصل، ها، أريد أن أمشي، هل انتهت المعاملة؟ هل الورقة جاهزة؟ الشيء جاهز؟ يتوقف تأخرت، يجوز لك أن تترخص وتقصر وتجمع إلى كم يوم؟ 18 يوم. كم أسبوع يعني؟ 3 أسابيع لكي تحفظ، بالأسبوع احفظ 3 أسابيع. يجوز أن تقصر وتجمع، تقصر إلى أن تمر 3 أسابيع، فهمتم؟ هذه كثير من الناس يسافرون من جوهر إلى كولومبو، كولومبو لأنها عاصمة، لكن لا، إذا قالوا لك اسمع أنت ستسافر لأجل الحاجة، اعمل حسابك، هذه لن تنقضي في أقل من أسبوع. إذا أنت واضح؟ قالوا لك أنت ستسافر إلى كولومبو من جوهر، تريد أن تستلم معاملة في الداخلية، في البلدية، في كذا، في الجامعة، هذه لن تنقضي إلا بعد أسبوع فأكثر. إذا أنت هل أنت علمت أنك ستجلس أكثر من 4 أيام؟ خلاص، إذا هذه الإقامة ما يجوز أن تقصر وتجمع. متى يجوز لك أن تقصر وتجمع 18؟ إذا تتوقع قضاء في أقل من كم؟ كل يوم يومين يقولون يمكن إن شاء الله، يوم يومين لسه عادوا، انتظر اصبر. واضح؟ مسألة أخرى، حكم القصر في الصلاة النقضية. شخص ترك الصلاة وهو مسافر، كان نائم، استيقظ نائم، كان مسافر، وصل في الطريق تعبان، وصل إلى جهور، تمام؟ نعم، من الساعة 11 إلى الساعة 6، ترك صلاتين الظهر والعصر، نائم، استيقظ من النوم، يا الله تركتها، لكن قال الحمد لله أنا كنت نائم، أنا الحمد لله فقيه، والنوم عذر من إليه أعذار، هل يجب عليه القضاء على الفور أم على التراخي؟ التراخي انشغل ورجع ثاني يوم إلى أين؟ إلى كولومبو، كولومبو بلده، وطنه، قال الآن أنا سأقضي الصلاة، سيقضي صلاة الصلاة التي تركها وهو مسافر، الآن وقت القضاء، الآن سيقضي، هل يقضي 4 ركعات؟ ولا يقضي ركعتين لأنه تركها وهو مسافر؟ ها؟ يصلي 4 ركعات ولا يصلي ركعتين؟ نقول له يا أخي أنت تركتها في السفر أم في الحضار؟ قال في السفر، وأردت أن تقضيها في السفر أم في الحضار؟ قال هل في فرق؟ نعم، إذا أنت تركتها وأنت مسافر وستريد أن تقضيها وأنت مسافر فيجوز لك أن تصليها إيه؟ ركعتين. تركتها عندما كنت مسافر وأريد أن أقضيها وأنا مسافر ولو حتى سفر آخر، لا يشترط نفس السفر. أما لا يا أخي، إذا أنت تركتها وأنت مسافر وأردت أن تقضيها وأنت في الإقامة في الحضر، يجب عليك أن تصليها. أو العكس، أنا تركت صلاة كنت نائم في كولومبور وطني، نائم، وبعدين عندما كنت في جوهور في الليل كنت في عندي فراغ، سأقضي الصلاة التي تركتها في الحضر،
سأقضيها وأنا مسافر. هل أصلي ركعتين أم أربع؟ أربع. أيوة. إذا متى يصلي ركعتين؟ إذا تركها في السفر وسيقضيها وين؟ في السفر. متى؟ إذا تركها في السفر وسيقضيها في السفر. واضح؟ أما إذا تركها في الحضر وأراد أن يقضيها في السفر فيصلي أربع ركعات، أو تركها في السفر ويريد أن يصليها في الحضر فيصلي أربع ركعات، أو تركها في الحضر وفي السفر ويريد أن يصلي. واضح؟ هكذا. انظر حكم القصر في الصلاة المقضية. انظر قليلا قليلا، يجوز قصر الصلاة الفائتة متى؟ إذا فاتته وهو وأراد أن يقضيها وهو مسافر، ولو حتى في سفر آخر. يعني أنا تركته عندما كنت في جوهور وأردت أن أقضيها عندما كنت في جاكرتا، يجوز وتصلي ركعتين. أم في أنت في سفر وفي سفر، الرخصة مستمرة مع الإنسان. وأما إذا فاتته وهو مقيم وأراد أن يقضيها وهو مسافر، أيوة وأراد أن يقضيها وهو مسافر، أو فاتته وهو مسافر وأراد أن يقضيها وهو مقيم، في كلا الحالتين فلا بد من الإتمام في كلتا الحالتين. تمام؟ كلتا الحالتين. فهمتم؟ ايوه. كيف هذا مثلا ذكرها صاحب الزبد، ماذا قال؟ رخص رخصة قصر أربع أربع ركعات فرض، ما يكون القصر إلا في الصلاة الفرض أداء أو فائت. لكن متى يكون في الفائت؟ في سفر إن قصد صلاة فاتته في السفر وأراد أن يقضيها وهو مسافر. فهمتم؟ طيب بقي مسألة، إذا شك في الصلاة هل فاتته في السفر أم في الحضر فلا يجوز كذلك قصرها. أنا أذكر أن صلاة الظهر مرة فاتتني لكني نسيت، هل أنا تركتها في السفر أم في الحضر؟ لو كان تركها في السفر وأراد أن يقضيها في السفر فإنه سيصلي ركعتين، لو كان تركها في الحضر فلا بد أن يصليها أربع. هو لا يدري هل تركها في السفر أم في الحضر، فإذا يعمل بالاحتياط فيصليها كم؟ تمام؟ مسألة أخرى، هذا مسألة في واحد سأل الآن، انتبه. ما هي البلدة القريبة من كوالالمبور؟ إسلام. قريبة أقل من ركعتين. بنجر. ايش بلده قريبه اسمها؟ سلانجور. سلانجور؟ كم كيلو؟ كم كيلو؟ 30 كيلو، انظر 30 كيلو. مسافة قصر؟ لا، 30 كيلو. طيب في هنا طريق على طول إلى قصر. هل شخص سافر من هنا إلى هنا هل يجوز له القصر؟ لا. من هنا إلى هنا هل يجوز له القصر؟ لا. طيب في طريق آخر؟ هذا كم كيلو؟ 100 كيلو. هل هذه مسافة قصر؟ نعم. اثنين التقوا، اثنين، واحد اسمه زيد والثاني اسمه ايه؟ عمرو. كيف حالك يا خالد؟ من أين أتيت؟ من سلنجور. قال اليوم، وأنت اليوم ما شاء الله، يلا سنصلي. يلا صلي، أنا سأقصر، أنت ستقصر. كلنا من بلد واحدة. كيف هذا؟ أنا درس التقريرات. اسمع، اسمع، قال العلماء لا عبرة بالمسافة الحقيقية، العبرة بالمسافة التي أنت تقطعها. انظر، إن كان لمقصده طريقان، سلنجور هذه إما أن يذهب من هذا الطريق أو أذهب من هذا الطريق، طويل وقصير، وسلك هو الطويل، يجوز له قصر الصلاة؟ يجوز. فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ انظر، لماذا أنت سلكت هذا الطريق يا أخي الطويل؟ قال سلكته لأنه ما في زحمة، هنا زحام شديد. فهمت؟ أو لماذا سلكت هذا الطريق؟ قال والله سلكته أريد أن أشتري مثلا إيش؟ هناك ماذا شيء يباع مثلا؟ في عسل، هناك عندهم عسل يباع في المحلات؟ والله أريد محل عسل هنا. أوه زين،
أنا أريد يعني أن أشتري عسل، فلذلك أنا مررت من هنا. إذا في حاجة، نعم. أو لماذا؟ والله لأجل أن أزور شخص من الأقارب، هو هنا بيته، سأزوره وأزوره ثم أرجع هنا. واضح؟ أو لماذا؟ والله لأنه طريق الجزئين جديد، هذا كله محفر وتعبان. إذا فيه غرض، فيه غرض. إذا أنت يجوز لك القصر، لأنك سلكت الطريق الطويل لأجل غرض صحيح. أما إذا كان لك غرض، لماذا سلكت الطريق الطويل؟ أريد أن أقصر الصلاة. سلك هذا الطريق الطويل عشان والله يقصر الصلاة. تعبان مسكين، أربع ركعات كثيرة.